السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم راح نساوي المحاشي السورية على الطريقة الدائرية بحشوة مميزة وطعم لذيذ. تابعونا لنهاية الفيديو نشاهد الطريقة مع بعض ونستعرض المكونات. ونبدأ بسم الله وعلى بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية نحتاج إلى الرز المصري أو الرز يلي حبته قصيرة، ولكل كيلو من الكوسة أو الباذنجان نحتاج إلى كوب من الرز. في البداية نغسل الخضار بالماء جيدا ونضعها في مصفاة حتى تنشف من الماء. ونبدأ بتحضير الحشوة: طماطم، فلفل أخضر، بصل، حزمة من البقدونس وحبات من الثوم. نثرمها بشكل خشن حتى ما تذوب معنا أثناء الطبخ. نحتاج إلى التوابل: ملعقة وسط من الكركم والفلفل الأسود وملح الليمون والفابريكا والنعناع الناشف والملح والقرفة والسماق. أما الرز فيكون مغسول ومنقوع مسبقا. نضيف ملعقتين كبيرة من السمنة ونضيف التوابل ونضيف كوب من زيت الزيتون أو الزيت النباتي. أما دبس الرمان فحسب الرغبة، نضيف ملعقة كبيرة من دبس الرمان وملعقة كبيرة من معجون الطماطم ونخلط المكونات. أما اللحمة يفضل أن تكون دهينة. عندي 400 غرام من اللحمة. نخلط جميع المكونات ونضيف الخضار. وندعك المكونات حتى تتجانس. وهاي عندي الحشوة جاهزة. ونبدأ بحفر وحشو حبات الباذنجان والكوسة. ونبدأ بإزالة هذا الجزء ونحفر حبات الباذنجان بالمقشارة أو المحفارة بهذا الشكل. وأثناء الحفر أعزائي تنتبهوا وتحاولوا أنه ما ترققوا كثير قشر الباذنجان، ولا تكون سميكة ولا رقيقة، متوسطة بهذا الشكل. وهلا بدي أحفر الكوسة، نزيل هذا الجزء ونبدأ ببشر حبات الكوسة بهذا الشكل بواسطة المقشارة أو السكين المنشار أو الشوكة. تعطينا منظر جميل بعد الاستواء. ونغمر إثم الكوسة بالملح حتى تذبل وما تتكسر معانا أثناء الحفر. ونحفر حبات الكوسة بهدوء. بالبداية نحفرها قليلا ومن ثم نستمر بالحفر، ونحاول ما تكون أدنى حبة الكوسة رقيقة كثير. ونحتاج إلى طبق في ماء ونضيف له ملعقتين من الملح ونضع فيه حبات الكوسة حتى نحصل على الطعم المالح، لأن الكوسة يكون طعمها حلو. المحاشي لها طرق عديدة كثير، وما يميز طريقة المحشي الدائري هو إضافة التوابل وإضافة الخضار وإضافة لية الخروف في طنجرة المحشي. وهاي الوصفة نحتاج أعزائي إلى طنجرة كبيرة وعميقة حتى نرتب فيها البطاطا والكوسة أولا، ومن ثم الباذنجان وحبات الفلفل الأخضر وحبات الطماطم وورق العنب. ونحشي حبات الكوسة والباذنجان، وحاولوا انه ما تعبوها كثير. تتركوا تقريبا ربع حبة الباذنجان فارغة
لأن الرز يتضاعف وينفش أثناء الطهي. وبقت عندي حشوة حشيت فيها ورق العنب. نضع المحاشي في الطنجرة وأضيف لي الخروف على ورق العنب، وهذا اختياري. أضافت اللي على المحاشي يعطيها طعم لذيذ ونكهة مميزة. الطنجرة جاهزة للطهي. في البداية أغمرها في الماء. إضافة الماء في البداية حتى تستوي أدنى المحاشي بسرعة. أثقلها بهاي ثقالة الفخار وأضعها على نار قوية. لتحضير مرقة المحاشي نحتاج إلى 3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم و 3 لتر من الماء. ونحتاج كمان إلى 2 ملعقة من النعناع الناشف وملعقة وسط من ملح الليمون وملعقة من الملح. نضيف صوص معجون الطماطم قبل أن نطفي النار بربع ساعة تقريبا، حتى ما تشد عندي الكوسة ويتأخر استواء المحاشي. وهاي عندي المحاشي تقريبا استوت. أضيف لها مرقة الطماطم وأخفف النار وأتركها حتى تستوي تماما. وهاي عندي المحاشي جاهزة. أصفيها من المرقة وأتركها تقريبا 5 دقائق ونشوفكم بمرحلة السكب. وهاي وصفتنا جاهزة اليوم. والصحة والف عافية. بتمنى تعجبكم طريقتي، يعجبكم الفيديو وما تبخلوا علينا باللايك. وإذا تشاهدونا الأول مرة بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.